خالتي ساعديني، خالتي افتحي الباب، خالتي. سيمان شو صاير لك يا ابني؟ ساعديني 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 يا خالتي. السلام عليكم. عاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا 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 لا، شو صاير له هذا؟ ما عاد فيني. أوصوني اليوم ورصاصة لساتها جوا. معناتها لازم تروح على المستشفى بسرعة سيمان. لا عمي لا، ما فيني. انتوا اسمعوني منيح، زوجة القائم مقام ديالة موجودة، روحوا جيبوها لهون والباقي سهل. وبدي شغلة حدة كمان، وقداها أخرقة والباقي محلول بإذن الله. يا مرة يلا قومي جيبي مي سخنة. ماشي. نطفي له جرح بسرعة. يلا عمو انت روح، استعجل شوي. لا لا، لحالي ما رح أقدر. أحسن شيء أطلب المساعدة من أيمن. ولك كل ما حاولنا نظبط هالأوضاع عم نغرق أكتر وأكتر يا عدنان. شو هالشغل ممكن تقلي يا أفندي؟ عملنا كل شيء.